ما شفناكش بقالنا كتير، فانت وحشتنا جدا. ونسألك على طول، مين الخط العريض اللي أثر بشكل حقيقي في شخصية حسين القلة؟ الدنيا بالحياة اللي عشتها هي اللي شكلت، يعني صقلت حاجات كانت موجودة من طفولتنا، زي أي حد، يعني الطفولة بتأثر على الإنسان. كيف كانت البداية؟ أنا فلسطيني الجنسية، من مواليد فلسطين، أيوة. اللي وهاجرنا سنة 48، يعني مع الناس اللي هاجرت من فلسطين، وانتقلنا إلى سوريا، وكنا عائلة كبيرة، يعني كانت العائلة 9 7 بنات وأخ، وأمي الله يرحمها وأبوي الله يرحمه، فكانت من العائلات اللي نزحت، يعني على أي سكننا في مخيمات، وسكننا في مدارس وفي مساجد، وزي ما بيحصل لكل الناس اللي بتترك بيوتها وبتترك بتهاجر، بتبدأ تبحث عن تأقلم مع حياة جديدة، أيوه. وكانت صعبة جدا، يعني جدا جدا علي أنا وأهلي ومعظم الفلسطينيين اللي هاجروا. بس مع الوقت ومع الدنيا يعني تغيرت الحياة، حصل نوع من التأقلم مع الحياة دي، لكن تأقلم دي أثرت بشكل أو بآخر في شخصية حضرتك. طبعا.